بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده عايز اعمل مقارنة ما بين ثورة 23 يوليو 1952 وثورة 25 يناير 2011. طبعا الثورتين اثروا على الحياة المصرية بشكل قوي جدا وعنيف وعميق. الثورتين امريكا لها دور كبير فيهم، كبير ومؤثر وعميق. والاتنين عايزين نشوف بقى نقارن ايه اللي فشل وايه اللي نجح فيهم هما الاتنين نظرا لاهميتهم القصوى في تاريخنا المعاصر. مبادئ ثورة 23 يوليو نشوف مع بعض ايه اللي اتحقق وايه اللي ما اتحققش. القضاء على الاقطاع، على الاقطاع بعد 71 سنة. طبعا احنا ظهر لنا اقطاع بصورة مختلفة، فطبعا في عصر مبارك الفلول والكلام ده كله هم زي الاقطاع وممكن يعني انيل. قضاء على الاستعمار، الاستعمار الانجليزي طلع ودخل استعمار برضو عن طريق الاقتصاد. قضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. شوفوا انتوا بقى هل رأس المال بيسيطر الحكم ولا لا؟ في عصر مبارك طبعا كان هو الحكم كله. اقامة حياة ديمقراطية سليمة، ما قامتش حياة ديمقراطية، ده انشا، ده كان الاستهلاك المحلي. يعني احنا شفنا كان حكم ديكتاتوري بحت. اقامة جيش وطني قوي، او عملوا محاولات كويسة يعملوا جيش قوي، اهدروه في اليمن وفي حرب متهورة دخلوا فيها 67 وتهزموا هزيمة عنيفة وضيعوا البلد. اقامة عدالة اجتماعية. في الاول كان في يعني وجهة نظر الناس اللي خدوا الاراضي حياة دي في عدالة اجتماعية، لكن اكيد يعني انتوا تقولوا بقى، انا مش عايز يعني ماليش رأي جامد هنا مش هقوله، لكن انا شايف ان هو هي عملت يعني ترانزيشنال ستيج، يعني يعني زي يعني حركة وسطية كده، بدل ما قامت حياة اجتماعية عادلة قامت حياة اقطاعية بمنظور اخر جامدة جدا. ثورة 25 يناير شعارتها عيش حرية عدالة اجتماعية. كان فود بدل عيش يكتبوا نعيش، كانت تبقى اوقع. شيل عيش، مش كل واحد همه على بطنه يعني، خليها نعيش، لان كنا نعيش دي معناها شامل وعميق، لكن عيش ده قمح وما عندناش دولارات وما بنزرعش قمح، ما عندناش قمح كفاية من خيبتنا. وزي ما انتم شايفين العيش دلوقتي بتاع البطاقة يعني شوفوا انتوا عامل ازاي. حرية لا، لا كان في حرية بعد ثورة 2011 ولا بعد 52، دي شعارات وهمية اطلقها اللي عايزين ينجحوا الثورة كده، كلام الاستهلاك المحلي يعني عشان الناس تسخن وتقول بقى حرية حرية ويتحدوا على رأي فيبقوا اقوياء في الثورة. يعني لازم يعملوا شعارات توحد الناس فيبقى كلنا ايد واحدة يا بهجت فيبقى نعمل ثورة. عدالة اجتماعية نفس الجملة بتاعت مبادئ ثورة 1952. عدالة اجتماعية، انتوا ردوا عليا قولولي هل احنا كان عندنا عدالة اجتماعية ايام الملك؟ هل كان عندنا عدالة اجتماعية في عصر جمال عبد الناصر؟ هل كان عندنا عدالة اجتماعية في عصر مبارك؟ هل احنا عندنا عدالة اجتماعية دلوقتي؟ انتوا بقى تردوا على الكلام ده. انا شخصيا رأيي الشخصي من الحياة لا، ما عندناش عدالة اجتماعية ومش موجودة ويعني محتاجة حد يعمل لها توضيح وبعدين يقول خطة العدالة الاجتماعية وبعدين تنفذ ازاي. هو احنا في الواقع انا رأيي الشخصي لا، ما كانش ولا عندنا لغاية دلوقتي عدالة اجتماعية من ايام الملك الكلام ده. فده المقارنة بين مبادئ الثورتين وشعاراتهم، وكلها شعارات الاستهلاك المحلي عشان تقوم ثورة لازم توحد الجماهير على حاجة عايزينها او حاجة يكرهوها. فهنا الشعارات دي عشان يوحدوا الجماهير على حاجة عايزينها فيبقوا ايد واحدة فتبقى قوة واحدة فتقوم. مش هكلم اكتر من كده في الموضوع ده، واحب اسمع رأيكم على يوتيوب الكومنتس. ياريت بدل ما تبعتولي الكومنتس على واتساب ابعتوهالي على يوتيوب عشان نعمل نتناقش يعني. وطبعا من الفشل المفروض نتعلم ازاي ننجح.
وتحيا مصر. وانا بدعوكم من فضلكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب، اشتركوا في المحطة ودعموني، انا محتاج دعمكم كلكم عشان اعمل فيديوهات، استمر في الفيديوهات. وشكرا شكرا شكرا خالد زكي.